بالحقيقة بالحقيقة السيادة العراقية منتهكة من قبل الأمريكان ومن قبل الإيرانيين ومن قبل الأتراك. يعني إحنا تارة نرى القوات التركية الآن متواجدة في الأراضي العراقية ولا شخص يتحرك على هؤلاء القوات التركية. وقبل أيام أو أشهر تقريبا تم قصف المدنيين وقتل المدنيين من قبل الأتراك، وكانت حقيقة رد الحكومة في وقتها رد خجل. واليوم القصف الإيراني شبيه بالقصف التركي، وهذا هو ليس أول قصف. يعني حقيقة لنكون أكثر جرأة، الإيرانيين دائما يقصفون البلد المجاور. يعني تصوري العراقيين، لا الحكومة العراقية لم تدين دين هذا القصف، ولا البرلمان أدان القصف، ولا رئاسة الجمهورية أدانت القصف. بل من العجائب الأمريكان، السفارة الأمريكية أو البيت الأبيض دان القصف، أو الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية. وهذه حقيقة طامة كبرى. يعني أهل البلد لم يدينون هذا القصف، ولكن الآخرين أدانوا هذا القصف. ثم أنت فوق هذا القصف، يعني على قولتنا احنا بالعراق، يعني فوق الحمل تعلاوه. يعني يجي قائاني يجتمع برئيس الجمهوريه ويرسل رئيس الجمهوريه وكانما موظف لدى الحكومه الايرانيه، ويذهب الى الاكراد، الى مسعود بارزاني حاملا معه رساله. وثم يجتمع برئيس الوزراء، يجتمع برئيس الوزراء السيد السوداني، وثم يجتمع بالإطاريين. يعني هل العراق الآن، الدولة العراقية تحت المظلة الإيرانية؟ أنا أتعجب حقيقة، أتعجب. يعني لماذا هذا السكوت من الحكومة العراقية؟ وكأنما قائاني اليوم هو اللي يملي السياسة الإيرانية على العراق، وكأنما نحن محافظة تابعة لإيران على هذا السكوت. طيب.